حضرتك قلت ان في حرق اسعار في السوق، وان وتيره حركه الاسعار ما توقفتش بس عند النزول بالسعر، لا، ان الشركات بتغامر ان ما يكونش في حمايه من خلال اعاده التامين للتغطيه التامينيه عشان يقدر يعوض السايد افكت بتاع حرق السعر نفسه. هنا فين دور الرقابه الماليه؟ الرقابه الماليه مش المفروض انها بتراجع ترتيبات اعاده تامين العمليات، ولا الرقابه الماليه ملهاش دور؟ ولو ملهاش دور، هل مطلوب ان الهيئه تتدخل في قصه زي كده؟ التدخل طبعا مطلوب، مفيش شك، بس او هل هو موجود ولا مش موجود اصلا؟ لا، هو ممكن يكون طبعا موجود اكيد، بس في نفس الوقت احنا ما بقاش عندنا حاجه نعرف بيها اذا كان موجود وفعال ولا موجود ومش فعال. يعني ما عندناش الشفافيه اللي كنت بتكلم عنها من شويه، ما هياش موجود، ما بنبقاش عارفين. بس انت بتعرف من الماركت ان ممكن تكون وثيقه طلعت كلاينت بناء على عرض طلع، في نفس الوقت ترتيبات الاعاده ما اتعملتش، يعني الوثيقه الراجل استلمها من اول يوم. على فكره اليوم الخطر ممكن يحصل في اول يوم، فانت النهارده طلعت له بوليصه وشايل خطر مثلا مليار، وانت لسه ما خلصتش ترتيبات الاعاده ومش لاقي اللي يقبل منك ده في حد ذاته خطر. في حاله ده في حد ذاته خطر، ما ده في خطر. انت افرض حصل الخطر، ايه اللي هيحصل؟ ان الشركه تشيل الريسك كله. فانا شايف ان لازم يكون في تغليظ للعقوبات ولا رقابه اكتر. لا، ما تطلعش وثيقه غير لما يكون متاكد ان في اعاده تامين ليها. لا طبعا، ده صعب جدا. يعني انت عارف عدد وثائق التامين اللي موجوده، وده ممكن ما تقدرش الهيئه تقوم بيه. طبعا ده مطلب كان يبقى كويس لو قلناه، بس في نفس الوقت احنا عارفين مدى صعوبه تطبيقه. انما تغليظ العقوبات اللي هي يعني بمعنى ايه؟ زي ما كنت بقدر مثل في البنك النهارده مدير الائتمان اللي ممكن توصل عقوبه السجن لو هو ادى تسهيل وضمانات مش موجوده، نفس العقوبه تكون موجوده تقريبا. انت ممكن تتسجن لو طلعت وثيقه ملهاش تغطيه، ترتيبات الاعاده بتاعتها ما خلصتش، بحيث ان اداره الفحص والتفتيش لو اكتشفت يطبق على العقوبه دي. لا، هو نفسه مش هيخاف بقى، ده راجل هيعرض نفسه للسجن عشان وثيقه، يا اما تتعمل لها ترتيبات الاعاده بشكل فني بشكل سليم، يا اما خلاص. فبالتالي اللي هيتقدم للعميل السعر الفني، احنا مش عايزين غير سعر فني عادي، لا احنا عايزين مغلفه الاسعار ولا عايزين حلقة الاسعار. بالعكس، احنا حابين ان نطلع بالماركت للشكل السليم، عايزين الحاجات الموروثات القديمه دي نتخلص منها. نتخلص منها ازاي؟ احنا لسه بنسمع 2011 كان في كيس وحصل الخطر، وشركه تامين ابتدت تتنصل عن صرف التعويض لانها ما عملتش ترتيبات الاعاده، والموضوع وصل للرقيب، واحنا ما عندناش اي اخبار اللي حصل غير ان الراجل ما صرفش فلوسه وطلع يتكلم في الجرايد والدنيا كلها ان انا اتنصب عليا. فالسمعه بيأثر على السمعه طبعا، كل الشركات مش بس الشركه اللي عملت كده. فالنهارده انا شايف تغليظ العقوبه ده هيكون في حد ذاته حاجه هتلبي الهدف الى حد كبير. بيجي بعد كده دور الهيئه في الرقابه الدوريه بقى، انما كل وثيقه تطلع دي هتبقى حاجه في المنتصف طبعا هتطبق.